بأقمصة حمراء وسراويل حمراء وجوارب بيضاء، ونادي جمعية نواصر سيدخل بأقمصة بيضاء وسراويل بيضاء وجوارب بيضاء من يسار إلى يمين الشاشة، الوداد من يمين إلى يسار الشاشة. لحظات وتنطلقات المباراة مشاهدينا، وهنا روح رياضية عالية وتحية ما بين لاعبي الفريقين. هذه المباراة مباراة ديربي بيضاوي بين جمعية نواصر، هذا الفريق الذي لا يتوفر على قاعة، وهذا هو العائق الكبير الذي يعوق هذا الفريق، إنما تبقى طموحاته كبيرة، وهو الذي يستقبل هنا بقاعة المغطاة بمحمد الخامس بدار بيضاء. هذه القاعة التي تعتبر من بين أفضل القاعات الرياضية، جمهور نواصر حاضر، بينما لم أشاهد يعني جمهور كبير لنادي الوداد البيضاوي. فريقه يحتل المركز الثالث في سبورة الترتيب العام لفرق الدوري في مجموعة الجنوب. لحظات وتنطلق المباراة، فريق الوداد البيضاوي تحدو رغبة لتحقيق فوز آخر، هو الفوز الثالث له في الدوري منذ بداية الدوري الممتاز، بينما تحدو رغبة كبيرة لنادي جمعية نواصر لتحقيق فوز أول له بعد ثلاث تعادلات وهزيمتين. هذا الفريق الذي لم يتذوق بعد الانتصار، لكن يبقى هذا الفريق رغم هزيمته في المباراتين الماضيتين فإنه حقق نتائج إيجابية، يعني انهزم الفريق هدف أمام نادي الرابطة البيضاوية، وكذلك انهزم أمام نادي آخر وهو نادي كبير، إنه كوكب المراكشي بفارق هدف واحد. محمد العيطوني مدير تقني لنادي الوداد البيضاوي صرح لي قبل بداية المباراة أن نادي الوداد البيضاوي تحضر رغبات كبيرة في التأهل إلى البلاي أوف في هذا الموسم الحالي 2007-2008. نادي الوداد يأمل في التأهل إلى بلاي أوف، فهل هذه التشكيلة الحالية لنادي الوداد قد ستسهل له المأمورية أم لا؟ فعلا يمكن نقولوا بان جميع الامكانيات متوفره عند هذا الفريق، فلا من ناحيه الامكانيات الماديه ولا البشريه. تظن بان الفريق هذا الموسم استقطب عدد من اللاعبين، جاب اطور تقنيه في المستوى في شخص الاخ الزاولي ولا الاخ العيطوني المعروفين على الساحه الوطنيه، فتظن لي بان المكسب عازم هذه السنه باش يظهر بواحد المظهر مشرف، الا ان ما يمكنناش نتنبؤوا من الان باش نقولوا بان الفريق غادي يلعب على لو بلاي اوف، لان المستوى كما سبق لي ذكرت له في المقابله الماضيه ان المستوى جد متقارب، حيث ما كاين لا فرق ما بين الفرق اللي في اخر الترتيب ولا الفرق الاولى. يمكن غادي يكون عنصر التجربه هو اللي غادي يكون حاسم، وتنتمنى باش ان فريق الوداد ولا فريق النصر يظهروا بواحد الوجه مشرف في هذه البطوله، لان عندهم جميع الامكانيات باش يكونوا في المستوى ديال هذه المجموعه. إذن لحظات وتنطلق هذه المباراة بين نادي الوداد البيضاوي ونادي النواصر. هذا الفريق الصاعد حديثا إلى قسم الكبار، إلى الدوري الممتاز لكرة اليد، وهناك أشياء توجد داخل التركيبة البشرية لنادي جمعية النواصر، وعملية تشبيب والاعتماد على عناصر الشابة. نادي الوداد البيضاوي هو الذي سوف يبدأ ضربة البداية. لحظات، ما هي الطريقة التكتيكية التي سوف يلعب بها الفريقان في بداية هذا اللقاء؟ فتظن بان الفريقين، ففريق الوداد البيضاوي غادي يلعب في الهجوم بواحد الخطه اللي هي غادي تنطلق بهجومات، ستادير دو موفمون داتاك اللي غادي يكون الفريق فوالا عمليه التقاطع ما بين اللاعب وسط. هنا محاولة وأول هدف في المباراة. إذا فهجوم الودادي غادي يتركز على هجومات صديق دو موفمون داتاك باش يحاولوا باش يخلقوا التفوق العددي كما حصل في هذه الهجمة، وتمكن لاعب نعمان باش يسجل الإصابة. إذا واحد مقابل صفر لمصلحة نادي الوداد، وهنا كرة لمصلحة نادي النواصر، محاولة تسديد، تسديدة قوية من لاعب يوسف البوج لكنها تمر بجانب القائم الأيسر، ليبقى التقدم وداديا بيضاويا أحمر بهدف مقابل صفر، وكرة لمصلحة الوداد لمصلحة لاعب رقم ثمانية ولاعب يونس بوسرحان.
ضربة البداية كانت الفريق الضعيف، بينما الفريق المحلي هو المنهزم بهذه النتيجة 1-1 لا شيء. محاولة ودادية، رقم 7 يحاول يمرر الكرة، وهو اللاعب زكريا تيو الإفواري. هناك لاعبان أفريقيان في نادي الوداد، هناك زكريا تيو الإفواري وكذلك اللاعب روجي كيميو دولي الكاميروني، بين هناك لاعب دولي كونغولي واللاعب لاعب كونغولي لوسامبو كيبوكي. هناك رمية جزاء أو هناك خطأ بالفعل. 9 أمتار لمصلحة نادي الوداد، 9 أمتار يقول حكم المباراة إدريس الجناتي. مرة أخرى كنا مع زكريا تيو، تمريرات بين لاعبي الفريقين، وفريق الوداد يأمل في تسجيل هدف ثاني. هنا كرة ضائعة، لكن مرة أخرى 9 أمتار. إذا فالأخ زهير كما شفنا بأن الهجوم الودادي سيتركز على تبدأ بالعملية ديال 5-1 وتيحاولوا يمروا بدخول لاعب إما من جهة الخلفية أو من جهة الأمامية كلاعب ثاني، لاعب دائرة ثاني. تظل لي هذه الخطة يمكن لها تعطي الأكلة ديالها إذا حاول لاعب حامل الكرة باش يلعب في العمق، صديق جو لي زانترفال إلو جو أون بروفوندور، يمكن لهم يخلقوا متاعب للدفاع النواصري. إذا إثنان مقابل لا شيء، هدف أول للاعب تيو الإيفواري. زكريا تيو الإيفواري يسجل أول هدف، 2-2 لا شيء بعد مرور 2:14 في زمن وأحداث الشوط الأول. تقدم وداد أمام نادي جمعية نواصر بهدفين مقابل 0. هذا التقدم قد يعطي الفريق الودادي دفعة كبيرة، أليس كذلك؟ فعلا، فكنشوفوا لحد الان بان الهجومات الوداديه مركزه، كاين عمليات، كاين عمليه تقاطع، كاين ان جو ستركتوري، في حين ان تنشوفوا بان الفريق النواصري مازال ما دخلش مقابله. لمصلحه نادي النواصر محاوله تسديده وفي القائم مره اخرى، تسديده اخرى وهدف، هدف لمصلحه نادي النواصر بطريقه رائعه. اللاعب رقم 11 وهو اللاعب جواد بن الضو يسجل الهدف والاول بعد تسديده كانت من اللاعب لوسامبو كيبوكي. تصدم الكره بالقائم وتاتي الكره في يعني تصدي ممتاز او في تسديده ممتازه من الجهه اليسرى، وهذه العمليه عمليه الاختراق تكون فيها عمليه تفكير وكذلك ذكاء كبير من اللاعبين المهاجمين. الاخ زهير كما سبق ذكرت هو ان نقطه القوه هو اللاعب الكونغولي اللي تيمتاز بالقذف من بعيد، فالوقت فاش يكون عندك لاعب بهذه الميزه هذه فتيسهل الماموريا للاعبين. تيسهل ثاني، تيسهل الماموريا الهجوم ديال الفريق ديالو. وكما ذكرت بان كاين لاعب اللي هو غادي يكون محط الانظار في هذه المقابله هو اللاعب جواد بن الضو، هذا الفريق اللي تينتمي للمدرسه ديال الحي المحمدي والكل تيعرف هذه المدرسه وما من العناصر اللي جبات على الساحه الوطنيه، فهذا اللاعب عنده امكانيات ضخمه وقادر باش يخلق العديد من المتاعب للدفاع الودادي. هناك بطاقه صفراء، الوداد البيضاوي اصبح الان متعادل في النتيجه بعدما كانت السيطره وداديه في الدقائق الاولى. فريق جمعيه نواصر تمكن من ادراك التعادل، هدفان لمثلهما بعد مضي 4 دقائق ومحاوله للتقدم، لكن مره اخرى 9 امتار في كره اليد. هناك عندما يكون الفريق مهاجم وتضيع ويكون لاعب سلبي تتحول الكره لتصبح الكره للفريق الخصم. فعلا، فاللاعب السلبي يمكن على حساب تقدير ديال الحكم اللي كيبان له بان اللاعب ما تيهاجموش، بان اللاعبين ما تيمشيوش ليزانترفال وما تيلعبوش بروفوندور وما تيقلبوش على الاصابه، ففي الوقيته فاش يكون اللاعب دخول لاتيغال فتيظهر لي بان تيكون لاعب سلبي وكترجع الكره للفريق اللي تيكون في الدفاع. فريق الوداد البيضاوي الان فما عندناش سوقيت بحال الكرة السله، ولكن على حسب السلطه التقديريه ديال الحكم فتيبان له بان كاين لاعب سلبي او ما كاينش لاعب سلبي. ان التعادل كما قلت بهدفين مثلهما بالنسبه لنادي الوداد البيضاوي في هذا الموسم، قام بالعديد من الانتدابات، جاء بعبد الله من نادي عين الشق، عدنان مقيت من الحي المحمدي، يوسف كوار من عين الشق كذلك وهو لاعب دولي، نبيل اشعاق من الرابطه البيضاويه،
جون روجي كيميو الدولي الكاميروني، زكريا امرير من رجاء اكادير الشرقاوي، والعدلي دوليا من شبان المنتخب المغربي اتى بهما من مكتب الوطني كهرباء. هذه الانتدابات هل بامكانها ان تساعد نادي الوداد في هذا الموسم؟ انتدابات واغلبها من لاعبين الشباب. الان فهذه يمكن تكون خطه ديال المكتب المسير ولا الطاقم التقني، تيظل يمكن تعطي الاكله ديالها، لان الفريق اذا كان عنده امكانيات ماديه وقادر باش يدير هذه الانتدابات باش يلعب الادوار الطلعيه، فغادي غادي يخدم الى مصلحه ديال كره اليد الوطنيه. فاحنا محتاجين المكسب المسير ديال بهذه الشاكله ديال اللي هو المكسب ديال فريق الوداد البيضاوي باش يحاول يطلع المستوى لا ديال المادي ولا المعنوي ديال اللاعبين. بالنسبه للاعب المصابين هناك صانع الالعاب يونس زاروق اصيب في الجوله الاولى، بينما جناح الايسر اللاعب يوسف كوار مصاب في اوتار الركبه، غاب عن المباراه الماضيه ضد نادي الكوكب المراكشي. وقال لي قبل بدايه المباراه المدرب في تصريح بانه راضي عن اداء فريقه وانه يامل في ان يلعب البلاي اوف مع نادي الوداد البيضاوي في هذا الموسم. اذا المدرب يامل في ان يلعب مع ناديه الوداد البلاي اوف، فهل بامكان الوداد البيضاوي ان يصل الى مسعاه وهو الفريق الذي غاب عن البلاي اوف لاكثر من 6 سنوات؟ فعلا يمكن الفريق الودادي يوصل لهذا الطموح ديالو، الا ان بان ما غاديش يكون بسهل لان كاين فرق كبيره كفريق كوكب كفريق الرابطه البيضاويه، الكل تيعرف القوه ديال هذ الفريقين. كفريق النواصر رغم انه فهو حتى هو عازم باش يلعب الادوار الطلعيه، وما نساوش فريق الحي المحمدي، هذا الفريق اللي كيعتبر هو مدرسة ديال كرة اليد في الصعيد بمدينة الدار البيضاء، فجل الفرق البيضاوية فهي تتنتدب وتترجع لهاد المدرسة ديال الحي المحمدي، فلا فريق الوداد ولا فريق الرابطة، كلهم عندهم عناصر ديال فريق الحي المحمدي، فهو بدوره قادر باش يخلق المفاجأة وقادر باش يلعب البلاي اوف هذا الموسم. إذا ما يمكنناش نقولوا من الآن بأن هذا الفريق أو ذاك، باستثناء فريق الكوكب وفريق الرابطة البيضاوية، فريق الكوكب وفريق الرابطة البيضاوية اللي الكل تيعرف بأنه عنده عناصر متمرسة، عنده عناصر عندها تجربة كبيرة، فتيمكننا نقولوا بأن الفريقين عندهم امتياز كبير، في حين أن الفرق الأخرى فهي متساوية، لا فريق الحي المحمدي ولا فريق الوداد البيضاوي ولا فريق النواصر، حتى فريق الصعيد هذا الموسم اللي هو منتدى دار السلطان، فهو عازم باش يمضي على موسم ممتاز هذه السنة. إذا إصابة لاعب رقم 14 في نادي جمعية النواصر عبد الرحيم شعيدر الذي أصيب والذي سيوقف لمدة دقيقتين لارتكاب خطأ، نادي جمعية النواصر أصبح متقدم في النتيجة بثلاث أهداف مقابل هدفين. الهدف الثالث سجله لاعب رقم 5 في جمعية النواصر عادل أو مصطفى بوشاوير بتسديدة قوية لم تترك ولا فرصة لحارس مرمى نادي الوداد. نادي الوداد في آخر دقائق أصبحت الأمور منفلتة من يديه في الناحية الدفاعية، وأصبح التقدم هجومي لفريق جمعية النواصر، استغل منه 3 كرات وأضع كرة واحدة في هجمة واحدة، وكان بإمكانه أن يكون متفوق ب4-2 أو 5-2 إن استغل الفرصتين الضائعتين، سجل منها 3 أهداف. إذا بنسبة أكثر من 60% أو 70% تمكن هذا الفريق في 5 هجمات بتسجيل 3 أهداف، وهذا إن يبين شيء، يبين أن الفريق النواصري كان هو الفريق الأفضل في آخر 5 دقائق. فقبل ما نهضروا على الهجوم ديال أي فريق فننطلقوا من المنطلق الاول واللي هو الدفاع، فما نساوش بان الفريق ديال الفريق النواصري عنده حارس ممتاز اللي استطاع باش يتصدى لواحد 3 ديال الكرات اللي كانت حقيقيه للتسجيل، فهذا الحارس عطى الثقه للفريق ديالو وخلاه تيريكوبيري الماكسيموم دو بال، وبالتالي هنا بحال وبالتالي الفريق هنا هجمه وتسديده وهدف اخر عن طريق اللاعب عبد الرحيم هلال ليرفع الرصيد الى 4 أهداف لمصلحه فريقي 4-2. هذا كما قلت سيد بن عيسى ان الدفاع عندما يكون متين وقوي يستطيع الفريق ان يلعب على الهجمات المرتده ويسجل منها اهداف. فعلا في الوقت فاش يكون عندك حارس ممتاز اللي تيكون عنصر ثقه بالنسبه للدفاع ديالو، فهو تيخول الفريق باش يلعب ليمونتي دو بال ويريكوبيري لو ماكسيموم دو بال، فالشيء اللي كنشوفه الان عند فريق النواصري واللي استطاع باش يستغل هذا
هذه النقطة الإيجابية رغم أنه الآن تلعب بواحد النقص عددي. الكرة الآن لفريق النواصري لمصلحة رقم 10 وخطأ عادل بوحيد وهناك خطأ 9 أمتار لمصلحة نادي جمعية نواصر. الخطأ بإمكانه أن يمنح الفريق هدف آخر إن استغل الفرصة والهجمة. التمريرات بين لاعبي الفريق النواصري، كرة إلى لاعب بوحيد مرة أخرى، محاولة تسديد، تسديدة ويصدها الحارس. الكرة لمصلحة الوداد، 4:38 الحارس الذي صد الكرة هو الحارس نبيل أجعق. فعلا هذا الحارس هو يمكن له يعطي شيء كثير لفريق الوداد البيضاوي ويمكن له يكون عنصر ثقة في الدفاع. هنا كنشوفوا فريق الوداد البيضاوي اللي خصو يستغل هذا التفوق العددي. هجمة لنادي جمعية نواصر، كرة لمصلحة رقم 7 لاعب يوسف شكري إلى لاعب لوسومبو كيبوغي. كيبوغي مرر الكرة إلى جواد بنتو، جواد بنتو مرة أخرى إلى عادل بوحيد. تمريرات بين لاعبي الفريق النواصري يمينا ويسارا ومحاولة وجود ثغرة والبحث عن ثغرة ومحاولة لكن تسديد ولكن خطأ يقول حكم المباراة لعملية لمس داخل منطقة 7 أمتار. إذا خطأ لمصلحة الوداد ولا زال الفريق النواصري متقدم في النتيجة بأربعة أهداف مقابل 3 بفارق هدف واحد. يا الأخ زهري، كما تنبأنا من الأول بأن المقابلة غتكون جد متكافئة وبأن عنصر التشويق غادي يبقى حتى الآخر دقيقة من المقابلة وهذا ما نتمناه. فهنا كنشوفوا بان الجهه الخلفيه تستعمل على عمليه تقاطع لوضع اللاعب رقم 7 اللاعب الكونغولي في وضع مناسب للقذف. فهذا بحكم القوه ديال هذا اللاعب واللي قادر باش يسد على بعد 9 امتار حتى 10 امتار. نادي جمعيه نواصر هذا الفريق الذي استعاد والاخر للدوري وفي انتداباته لاعبان من الحسنية اكادير، الفريق الذي يلعب في القسم الثاني في الدوري المغربي، عبد الاله او عبد الله بالحو ومحمد الرامي. جواد بنتو اتى به من حي المحمدي ايت اسماعيل حارس من اتحاد فاس، رشيد وعشوش لاعب رجاء سابقا وكان دوليا عاش لمده لم تكن كبيره في اسبانيا وعاد من جديد المغرب واصبح يلعب في النادي النواصري. لاعبان مصابان في الفريق النواصري هم اللاعب رشيد او رشيد وعشوش كان مصابا لكن الطبيب الفريق منحه الامكانيه للاعب في هذا اللقاء. وهناك اللاعب عبد الرحيم جعيدر مصاب في كتفه، المدرب والاخر السيد الزاوري قال انه او سيد بوعر وقال على انه راضي عن اداء فريقه. مباراه اليوم ضد الوداد لن تكون بالمباراه السهله ويعرف ان المشوار ليس بمشوار سهل كما قال مدرب نادي جمعيه نواصر، مشوار صعب ويجب على الفريق ان يعرف كيف يتعامل معه. فعلا تشوفوا بان الان كثره الاخطاء ديال فريق الدفاع ديال النواصر تتخلي ديما لاعب نقص عددي، الا ان الهجوم الودادي فوالا الا ان الهجوم الودادي ما استطعش باش يستغل هذا التفوق. ففي هذه الحاله اما كيلعب بان بيفو لا اما كيلعب دو بيفو صادير اون بلوك اكسترن سور لو دو نيميرو دو ديال الدفاع ديال النواصري. فتنشوفوا بان الفريق الودادي ما قدرش يستغل هذا التفوق ديالو. حتى الحارس ديال القوة ديال الحارس ديال الفريق النواصر خلاه باش يساعد الدفاع ديالو واستطاع باش يريكوبيري لابال. نادي جمعية نواصر في مباراته الماضية لعب ضد نادي رجاء أكادير في أكادير وحصل على نتيجة التعادل ب 27 هدف مقابل 27، فيما نادي الوداد البيضاوي فاز على نادي الكوكب المراكشي في مباراة القمة على مجموعة جنوب بفارق 3 أهداف، 21 هدفا للوداد مقابل 18 هدفا لمصلحة نادي كوكب مراكشي. إذا هنا خطأ لمصلحة نادي جمعية نواصر و كرة بين لاعبي الفريق النواصري، محاولة تسديد لاعب لوسومبو وكرة تلعب ولكن خطأ هنا ضد نادي جمعية نواصر لمصلحة نادي الوداد البيضاوي.
الوداد البيضاوي اصبح متعادلا باربعه اهداف مقابل اربعه بعد مرور 12 دقيقه وتقريبا 30 ثانيه. التعادل ما زال بين الفريقين. لكن نشوفوا بان الاخ الزولي ارتأى باش يدير الدفاع ديال 5-1 من 5-1 ديكالي على اللاعب الكونغولي اللي هو مصدر القوه الهجوميه ديال الفريق النصري، وتيظن لي بان هذه الخطه تقدر تساعده كثيرا باش يحاول يتغلب على الهجومات ديال الفريق النصر. هناك نشوفوا عملية تقاطع في الوسط اللي خلات اللاعب النعمان يكون في وضعية ديال التفوق، وصاد عباشي يسجل إصابة ممتازة كجناح أيسر. 5-4 لمصلحة نادي الوداد البيضاوي ضد نادي جمعية نواصر. اللاعب متوقف الاحتجاجات، لكن لا نعرف لماذا الاحتجاجات قبل مقعد بدلاء كذلك مدرب نادي جمعية نواصر. هناك لاعب متوقف ولاعب يوقف لمدة دقيقتين، هو اللاعب رقم 6 في نادي الوداد البيضاوي اللاعب نجيب بوطرموش، يوقف لمدة دقيقتين لارتكابه خطأ. وهناك يعني تشجيعات متواصله من قبل جمهور كلا الفريقين في هذا اللقاء، الجمهور على قله يشجع فريقه بشكل كبير في هذه المباراه بعد مرور 13 دقيقه وخمس واربع ثوان. النتيجه 5-4 لمصلحه نادي الوداد البيضاوي امام نادي جمعيه نواصر. فهنا الاخ زهير كان موفي شونجمون ديال فريق الوداد البيضاوي، خول بان الحكم تيرتقي وتيعطي دقيقتين للفريق اللي دار هذا الموفي شونجمون، وبالتالي اصبح فريق الوداد تيلعب بنقص عددي. وتيظهر لي ان هنا الفريق ما قدرش باش يستغل هذا التفوق، وتيظهر لي بان عمليه تمشي ديال اللاعب الكونغولي خلات الفريق الوداد الدفاع الودادي باش يريكوبيري البال. الكره لمصلحه نادي الوداد البيضاوي لمصلحه اللاعب رقم 8 وهو اللاعب يونس مسرحان، يمرر الكره الى اللاعب يوسف واللاعب رقم 11 وهو اللاعب عدنان الموقيت. هنا تسديده وهدف عن طريق اللاعب رقم 8 يونس مسرحان، اذا هدف اخر لمصلحه نادي الوداد البيضاوي. هنا عمليه التمرير وتسديده من اللاعب يوسف او يونس مسرحان، لم تترك اي فرصه لحارس مرمى نادي جمعيه نواصر يوسف الرحيوي. اذا النتيجه الان اصبحت 6-4 لمصلحه نادي الوداد البيضاوي. ماذا يمكن ان يفعله نادي جمعيه نواصر بعد هذا التاخر في النتيجه والاخطاء الكثيره المرتكبه في دفاع منطقه نادي جمعيه نواصر؟ فتيظهر لي بان فريق نواصر ولا عنده ولا تيتسرع في الهجومات ديالو، فهنا كان عنده تفوق عددي، فتيظهر لي بان كان تكون واحد الهجوم مرتب ويحاولوا باش لان كاين فاش يكون نقص عددي تيكون اصل ديسباس، وبان اي لاعب حامل الكره مشى لانترفال الا ويمكن له يوضع اللاعب اللي تيكون حدا الزميل ديالو في وضعيه مناسبه للدخول في الدوزيام انترفال ويمكن له يسجل اصابه سهله. فتيظهر لي بان اذا كان تسرع فتيظهر لي الفريق تيضيع الكره فاسيلمون او بو ديال 5-10 سكوند، وهذا الشيء ما تيخدمش الفريق. كرة لمصلحة نادي جمعية نواصر، محاولة لوسامبو يسدد وهنا تصدي رائع على طريقة سماتش أو على طريقة الكونتر على طريقة الكونتر. تيظهر لي بأن اللاعب رقم 3 استطاع باش يصد هذه الكرة، وهذا تصدي ممتاز خاصة الكل يعرف قوة اللاعب الكونغولي. هنا رمية جزاء، يقول حكم مباراة رمية جزاء، لاعب كانت قد أراد التسديد داخل منطقة 7 أمتار دون لمس الكرة، وبالتالي أسقطه اللاعب والحكم يعلن عن رمية جزاء لمصلحة نادي نواصر. عادل محيط في تسديدها رقم 10 في نادي جمعية نواصر. فريق نواصر بإمكانه أن يسجل هدفا آخر وهو الخامس له، وتسديدة يمينية وناجحة 6-5 لمصلحة نادي الوداد، ليصبح الفارق هدف واحد فقط بين الفريق الأحمر والأبيض على يسار جمعية نواصر 5 وعلى يمين الوداد البيضاوي الفريق الضيف في هذا اللقاء
وإن يلعب بقاعة المغطاة بمحمد الخامس وهي القاعة المغطاة المفضلة للفريق الأحمر الوداد. هنا تنشوفوا بأن فريق الوداد عنده نقص عددي، ولكن هنا كاين خطأ في تموضع اللاعبين، لأن تنشوفوا بأن اللاعب ارتكز على الجهة اليمنى وأصبح الجناح الأيسر ما موجودش كاع، فلا بد باش يكون ان ايكيليبر دو لاتاك صادير يفو غاردي لي بوست كلي صادير ان لي اغيير الي باش يكون داك التوازن يمكن يخلق متاعب للدفاع ديال الخصم او ما يسمى بالفرنسيه لو ترابيز داتاك. دونك يفو توجور غاردي داك لو ترابيز داتاك بوغ ليكيليبر ديال لاتاك ديال اي فريق. محاوله وناجحه وهدف اخر والتعادل يصبح من جديد عن طريق اللاعب رقم 11 جواد بن ضو. جواد بن ضو قد ينير الطريق لفريق جمعية نواصر للرجوع في النتيجة مرة أخرى والتقدم، أخذ المبادرة والتقدم في النتيجة 6-6 بعد مرور 15 دقيقة وتقريبا 50 ثانية. كرة مع الفريق الوداد زكريا تيو الإفواري الذي يعتبر من بين اللاعبين أطول قامة في نادي الوداد البيضاوي. لاعب الوداد يتفوقون على لاعبي جمعية نواصر من حيث القامة، قامة طويلة للاعبين، وهذا إن يؤثر إيجابا على الهجمات السريعة للاعب الوداد وكذلك عملية الارتقاء العلوي. هنا كنشوفوا بان الخطه الدفاعيه اللي ولاتي نجها فريق نواصر على شكله دفاع متقدم ديال 3-2-1 وعطات الاكله ديالها، لان بان الاخ المدرب عرف بان القوه ديال الضاربه ديال الفريق الودادي تتمركز نحو الجهه الخلفيه، فاذا كان دفاع متقدم تيظهر لي بان غادي يبعثر الاوراق وما يمكنش وما غايسمحش اللاعبين ديال الجهه الخلفيه باش يلعبوا ذاك العمليه ديال التقاطع وذاك لو جو اون بروفوندو في الانترفال. هنا تيبقى الحل الانسب ديال فريق الوداد هو اللاعب الدائره اللي يمكن له يخرج ويلعب كوم جور دابوي باش يمكن يسهل الماموريه كما كنشوفوا هنا على سورتي او بوست فعلا، واستطاع باش يسجل اللاعب الكاميروني اصابه ممتازه. اذا هنا هدف اخر واللاعب زكريا تيو الايفواري، ليس اللاعب الكاميروني لكن اللاعب الايفواري زكريا تيو يضيف هدف اخر، لاعب روجي كيميو واللاعب رقم 14. اذا الهدف للاعب الايفواري زكريا تيو الذي يبقى الافضل من بين اللاعبين الاجانب الافارقه في نادي الوداد البيضاوي. تصبح النتيجه 7-6 لمصلحه الفريق الودادي، وهنا خطا لمصلحه نادي جمعيه نواصر، خطا لمصلحه الفريق النواصري. يلعب سريعا محاولات التمرير بين لاعبي الفريق نواصري، كره مع اللاعب رقم 2 وهو اللاعب عبد الرحيم هلال، والكره الأربعة اللاعب رقم 10 عادل محيد يحاول تسديد عادل محيد ويرفع كره جميله من عادل محيد ليسجل هدفا اخر ويعادل النتيجه 7-7 بين الوداد البيضاوي ونادي جمعيه نواصر بعد مرور 17 دقيقه. التعادل 7-7، تبقى بن عيسى قال المباراه ستكون متكافئه وستكون قويه بالفعل كذلك. إذن الاخ زهير هنا كنشوفوا بان الاخ الزولي ارتاء بدوره باش يلعب دفاع متقدم على شكلات 3-3 او 4-2، الا ان هنا اللاعب عادل اللي عنده تقنيات فرديه ممتازه استطاع باش يمر على الخط الاول، وهنا خطا ديال لا دوزيام لين اللي ما كانش لا كوفرتور وبالتالي استطاع باش يسجل هذه الاصابه. اذا لافونتاج ديال لا ديفونس افونسي هو انه تتخليك باش تريكوبيري فاسيمون لا بال، ولكن الا ما كانش تغطيه وما كانش ان الينيومون في لو كوتي بالون فتيظهر لي بان كاين اسي دو سباس باش يمكن حامل الكره يلقى راسو امام الحارس بسهوله. بالفعل هناك خطين دفاعيين كما قال بن عيسى، خط الدفاع الاول والثاني، الثاني يقوم ب الاول يقوم بالمراقبه النهائيه والاول يقوم بالمراقبه النهائيه وكذلك محاوله التغطيه الدفاعيه وجها لوجه او لاعب للاعب، والذي في غالبيه الاحيان قد تكون يعني ايجابيه للفريق ان يعني استطاع ان يطبق
ما قاله المدرب بالحرف. فعلا الدفاع تيظهرلي خصك ترتقي اليه المدرب اذا كان عنده لاعبين بعدا خصو يكونوا من الناحيه البدنيه كاين واحد التهيئ جد ممتاز، لان باش تلعب دفاع متقدم خصو يكون عندك لاعبين بعدا كيميتريز لي فوندامونتو لا ديفونس كي ساف بان لو كان ديال لو شونجمون ولا ان تروازي بان شنو خصو يدير. تيظهرلي بان الدفاع تيظهرلي بانه جد ممتاز اذا كان عندك لاعبين تيمتازوا بتقنيات دفاعية ممتازة. إذن النتيجة تغيرت، أصبحت 8 مقابل هدف آخر لمصلحة نادي الوداد عن طريق لاعب يونس موسرحان بين أفضل لاعبي الوداد مع اللاعب زيو الإفواري، ويبقى اللاعب عادل محيد هو أفضل لاعب نادي جمعية نواصر. لم نشاهد كثيرا اللاعب الآخر، وهنا هدف التعادل عن طريق لاعب يوسف شكري. يبقى كذلك لاعب مصطفى أفضل لاعب جمعية نواصر، هدف مقابل أو هدف آخر، 8-8 بعد مرور 18 دقيقة و40 ثانية. لا زال التعادل والتكافؤ بين الطرفين، ولا يمكن أن نتوقع لهذا الفريق أو ذاك بالتقدم في النتيجة عند نهاية الشوط الأول. فعلا تشوفوا بأن فريق الوداد البيضاوي عنده نقص، فعلا تشوفوا بأن فريق الوداد البيضاوي عنده نقص عددي، الشيء اللي خلى الدفاع النواصري يلتجئ إلى صدير في الوقيته باش يكون نقص عددي، يلتجئ باش ياخذ اللاعب رقم 8 اون انديفيديوال باش يخلي دوزيام لين ديال لا ديفونس 5 كونتر 4، وبالتالي يمكن الدفاع باش يريكوبيري لا بال بواحد السهوله، الشيء اللي خلاه توتالور باش يماركي مونتي دبال اللي كانت في محلها. 9-8 لمصلحة نادي النواصر، وهنا التعادل من جديد، التعادل بتسديدة قوية، ارتقاء وتسديدة من نجيب مطرمش آخر، شاهدوا معي يدخل المنطقة دون لمسها، وارتقاء وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. النتيجة 9-9 بين النواصريين والودانيين في هذه المباراة مشاهدينا، بعد مرور تقريبا 20 دقيقة هنا كانت تسديدة قوية صدمت بالقائم، لكن الحكم أعلن عن وجود خطأ 9 أمتار لمصلحة الفريق صاحب البذرة البيضاء نادي جمعية نواصر. فهنا كنشوفوا ديما فريق الوداد يلعب خطه دفاعيه متقدمه. هنا خطا ديال لاعب الدائره. اذا هنا خطا بالفعل للدائره ولمصلحه نادي جمعيه نواصر. إذن التعادل 9-9، ما هو تقييمك ل 20 دقيقة التي مرت من زمن أحداث الشوط الأول بين الفريقين؟ كما تنبأنا بأن المقابلة غتكون جد متكافئة، كاين فرجة، كاين تقنيات فردية ممتازة. فعلا كاين تقنيات فردية ممتازة، كاين دي شوا تاكتيك ديفيرون تيلتجئوا لهم المدربين على حساب لا سيتياسيون بريزونتي، سواء لو كا ديال لا سوبيريوريتي نوميريك، سواء لو كا ديال لانفيريوريتي نوميريك، وهنا مناهج تكتيكية متنوعة، وهذا شيء جد إيجابي باش نشوفوا بأن المستوى ديال هذه المقابلة مستوى جيد لحد الآن. إذا النتيجة هي الآن 10-9 بعدما أضاف اللاعب مطرمش جواد هدف آخر لمصلحة نادي الوداد، واللاعب رقم أو نجيب مطرمش رقم 6، إذا 10-9، فارق هدف واحد على بعد تقريبا 9 دقائق و15 ثانية، ومحاولة الفريق محلي نادي جمعية نواصر عدلت النتيجة. وهنا تسديدة، لا حكم المباراة يعني وجود خطأ مرة أخرى، خطأ 9 أمتار لمصلحة نادي جمعية نواصر، ومحاولة تسديد، تسرع في تسديد، والكرة ضائعة لتصبح ودادية، تسرع في عملية التسديد وكذلك التمرير، كانت كرة وصرية الآن لتصبح ودادية بيضاوية. كرة لمصلحة لاعب رقم 8 يونس بوسرحان،
لاعب يونس يبارك الكره الى لاعب نجيب مطرموش، تمريرات بين لاعبي الفريق الاحمر، دخول مره اخرى للاعب زكريا تيو الذي اخذ قسطا من الراحه، ومحاولات التمرير الى لاعب بوسرحان الى تيو بوسرحان، والكره مع اللاعب رقم ثلاثه وهو اللاعب او عبد العالي اي 13، وهنا رمية جزاء يقول حكم المباراه رمية جزاء لمصلحة الفريق الأحمر، فريق الريدز، فريق الوداد البيضاوي في كرة القدم يعمل في تحقيق نتائج نفس الشيء بالنسبة لكرة السلة وكذلك في كرة اليد، فريق في كل فروعية يبقى من الفرق القوية في البطولات المحلية. هنا رمية جزاء لمصلحة نادي الوداد البيضاوي، سوف نتعرف على اللاعب الذي سوف يسدد، هو اللاعب رقم 11 في نادي الوداد، اللاعب عدنان المواقيت، هذا اللاعب صغير السن، وهل سوف يسدد بيمينه ام بيسره؟ والوقت هو الان 21 دقيقه و40 ثانيه، سيسدد بيسره، هو لاعب اشول، وسنتعرف ان كان بامكانه يسجل هدف اخر للوداد ولا هدف 11 ام لا. اذا سوف يسدد وتسديده وناجحه، اذا هدف اخر لمصلحه نادي الوداد البيضاوي، 11 هدف مقابل 9. اصبح الهجوم الودادي جد منظم، بحيث توتالور اون افي اون اكسيون تري بيان اورغانيزي، صادير اون غولاسيون ما بين لابازاريير ولا بازافون، الشيء اللي خلى اللاعب عدنان في وضع مناسب للقذف، واللي خولو باش يحرز على ضربات سبعه امتار واللي استطاع باش يسجلها. تظهر لي بان الفريق ولا جد منظم واصبح عنده الاسبقيه واصبح عنده التفوق لا من لو كومبارتيمون ديفونسيف ولا او نيفو داتاك. هنا كرة لمصلحة جمعية المواصر، كرة مع عادل محيد، مرر الكرة إلى الجهة اليسرى، وهنا خطأ مرة أخرى، 9 أمتار. فريق الوداد لا زال وفيا لأداء التكتيكي كما قال زميلي بن عيسى. كرة لمصلحة نادي جمعية المواصر، الفريق الذي لا يريد أن يضيع فرصة استقباله الوداد، هو أحد الفرق المرشحة للتأهل إلى البلاي أوف. كرة لمصلحة اللاعب لوسامبو كيبوكي وإلى عادل محيد، يحاول التسديد والكرة ضائعة مرة أخرى، هناك تسرع للاعبي جمعية المواصل، لاحظت في الدقائق الأخيرة تسرع لاعبي جمعية المواصل. فكاين تسرع وما نساوش بأن بأن الشيء الجد إيجابي عند فريق الوداد الآن هو الدفاع ديالو اللي أصبح جد منظم، والتي يلعب بخطة دفاعية منظمة، والتي يلعب والتي يدير واحد الحراسة لصيقة على اللاعب الكونغولي اللي هو مصدر القوة، وبالتالي أصبحت الأوراق الهجومية ديال الفريق النواصري جد مبعثرة، لأن في الوقت تكون الهجومات تتكون متجهة نحو لاعب ما، وهذا اللاعب تيتاخذ اون انديفيديوال فتيولي مشكل عند الهجوم. إذا فالآن فتيظهر لي بأن المدرب فخصو يبدل الخطة ديالو ويحاول يلعب إما على ديكلاسيون ليزيلي ولا إما على لابور ديال اللاعب الدائرة اللي يمكن تعطي الأكلة ديالها. فعلا الاعتماد على الاجنحه وكذلك على لاعب محور الدائره يشجع الفريق هجوميا كما قال بن عيسى، شيء جيد نتمنى ان نشاهده اكثر في هذه المباراه. هنا تسديده يصدها الحارس، حارس رقم 16 في نادي جمعيه مواصر ايت اسماعيل، رقم 4 في تمرير الكره، جلال قرباج الى لوسامبو كيبوكي، كيبوكي الى عبد الرحيم هلال، تمريرات الى 5 مصطفى مشاور، وكره مع لوسامبو، وهنا تسديده ولكن رميه جزاء، يقول حكم المباراه رميه جزاء لمصلحه جمعيه نواصر، هل سيستفيد منها الفريق النواصري ام لا؟ رميه جزاء، وهنا مطالبه بوقت مستقطع، وقت مستقطع يطلبه مدرب نادي جمعيه نواصر السيد مولاي علي بو عروه. ماذا سيقول او هناك تغيير لحارس المرمى؟ بالفعل تغيير لحارس المرمى، تغيير يعني تغيير، هناك شونجمون، اذا تسديده عادل محيد سوف يسدد، لم يكن هناك مستقطع، هنا تسديده وناجحه، والنتيجه اصبحت 11 هدفا مقابل 10 بعد مرور تقريبا 24 دقيقه، لا زالت المباراه متكافئه والنتيجه هي فارق هدف واحد لمصلحه الفريق الودادي الفريق الاحمر. فالخطه الدفاعيه الاولى التي نهجها فريق النواصري هو 5-1 ديكالي على اللاعب الوسط اللي هو رقم 8، هذا اللاعب اللي هو تعتبر هو المنسق ديال الفريق، وبالتالي يمكن هذا
الخطه تعطي الاكله ديالها، لان الا خديتي هذاك اللاعب اللي تيكون هو المنسق ولان جميع الهجومات تترتكز على هذا اللاعب، فالاوراق يمكن لها تبعثر ويمكن يمكن خلق مشاكل الفريق الهجوم ديال فريق الوداد. اذا هناك رميه جزائيه لمصلحه نادي الوداد البيضاوي، سبعه امتار كثرت، سبعه امتار في هذه المباراه كما لاحظنا. اذا رميه جزاء لمصلحه نادي الوداد البيضاوي، سوف يسددها اللاعب رقم 11 عدنان الموقيت. هل سوف ينجح في ذلك اللاعب الاشول ام لا؟ وجه لوجه مع الحارس اسماعيل ويحاول تسديد ويسدد ويسجل. نشاهد ونلاحظ شيء مهم جدا في كرة اليد، ان اللاعب الاشول غالبا ما يسجل الاهداف في تسديد الكرات او الرمية الجزائية. فهذا اللاعب لاعب عدنان عنده تجربة كبيرة وسبق له لعب في الفريق الوطني، فهو لعب فريق الحي المحمدي ولعب فريق الرابطة البيضاوية، فهذا اللاعب غادي يكون هو غادي يعطي واحد نكهة جديدة لهذا الفريق، وتنشوفوا الان بانه متوفق في جميع الحركات ديالو. هنا ولا اللاعب متكافئ، لان الفريق الودادي ولا تيلقى صعوبات باش يجتاز الدفاع النواصري. فهنا كنشوفوا لا غونتخي دان دوزيام بيفو ديال لابازاغيغ، فهاد الخطه بدورها يمكن لها تعطي اوكله ديالها، عمليه تقاطع فعلا ان ديكالاج. اختراق وتسديد. وهنا كنحيو تحكيم لحد الان الاخ جنتي ولا الاخ طيب اللي قايمين مقابله ممتازه. بالفعل تحكيم جيد، لكن لماذا اخترق هنا اللاعب رقم سبعه؟ اخترق الدفاع النواصري. اخترق الدفاع، ولكن هنا تنحيو بان المدافع لان موهو خلاه يدير ذاك لو باساج اون فوس باش يستطع باش يدير الباساج اون فوس، واستطع هنا لو ديال كان مربوح من طرف المدافع. هناك هدف اخر 12 او قلت 12 هدف مقابل 10 لمصلحه نادي الوداد البيضاوي. هدف سجل لاعب زكريا تيو الايفواري، عنده امكانيات كبيره هذا اللاعب الايفواري، وهو من بين هدافي فريق الوداد في الدوري المغربي. فعلا هذا اللاعب كما سبقت وذكرت اليه بانه عنده تقنيات فرديه ممتازه، تيسدد من بعيد، فتيظن لي عنده جميع المقومات ديال اللاعب اللي يمكن له يخلق متاعب كثيره للفرق الخصمه. هنا إصابة نتمنى أن لا تكون بلغة للاعب نادي جمعية نواصر، سقط على الأرض. فالأخ زهير كنستغلوا هذه الفرصة التوقف باش نقدموا التعازي ديالنا للأخ عبد الحق بن هلال رئيس نادي المكناسي ونائب رئيس الجامعة الملكية لكرة اليد، في شخص السيدة كنزة. فتظل تعازينا الكاملة للعائلة ديال بن هلال وللابنين ديالها كريم وأمين، وإنا لله وإنا إليه راجعين. إذا هناك توقيف لإسعاف اللاعب، موجود هذا القانون وقوانين كرة اليد يتيح للإطار الطبي الدخول إلى الملعب لإعطاء الإسعافات الأولية والضرورية. نادي جمعية نواصر منهزم بفارق هدفين في هذه المباراة، يأمل في تسجيل هدف تسديدة يصدها الحارس، تصدي رائع للحارس نبيل أجعق، يبقى التقدم وداديا احمر للفريق الودادي ب 12 هدفا مقابل 10 اهداف بعد مرور 26 دقيقة و45 ثانية، على بعد 3 دقائق او اقل من 10 ثوان لا زال التقدم للوداد، ويأمل فريق الوداد ان يخرج بنتيجة الفوز والتقدم في النتيجة في نهاية الشوط الاول، لانها سوف او لان ذلك سوف يعبد له الطريق للفوز بهذه المباراة. ولو ان في كرة اليد حتى لو كان الفريق خمسة اهداف لا يمكن التوقع بنتيجة نهائية لهذه نتيجة المباراة. هنا محاولة تقدم لكن هناك خطأ مرة أخرى، تسعة أمتار لمصلحة نادي الوداد، وفريق الوداد الآن متقدم في النتيجة ب 12 هدفا مقابل 10 بفارق هدفين. ماذا يمكن أن يفعله نادي جمعية نواصر
بعد التاخر في النتيجه. تيظهر لي هنا فالدفاع اللي خصو يستغل هذا التفوق العادي ديالو ديال فريق النواصر، فالدفاع خصو يلجا لواحد باش ياخذ يلعب خمسه ديريير افيك ان اللي افيك ان جوور دوفون اللي غادي ياخذ ان جوور لابازاريير اون انديفيديوال باش يمكن له يلعب يكون عنده امتياز دفاعي ويمكن له يخلي فريق الوداد فعنده مشكله في الهجوم ديال الهجومات ديالو. هنا دخول اللاعب رقم 4 انور دخول اللاعب رقم 14 روجي كينيو الدولي الكاميروني اطول قام في نادي الوداد وفي المباراه محاوله تسديد السيده ولكنها ضعيفه وبعيده عن المرمى. لاعب روجي كينيو لاعب دولي كاميروني هل بامكانه يساعد كثيرا من الوداد هذا اللاعب روجي او روجي كيميو. فاول ملاحظه كما تشوفوها الاخ دوير هو ان عنده فريق الوداد عنده جوج لاعبين اجانب، الا ان القانون اللي محتم عليه الجامعه هو ان يجب لاعب بلاعب اجنبي داخل رقعه الملعب. فتيظهر لي ان دخول اللاعب الاشول خلى اللاعب الايمن اللي هو رقم 7 تيخرج. محاولة لصحة نادي جمعية نواصر كرة ضائعة، لا زالت التسرع هو السمة الغالبة على لاعبي جمعية نواصر، كيف يمكن التغلب عن هذا المشكل الحاصل الآن في هجومات سريعة لفريق الوصلي؟ فالفريق ما خصوش يتسرع لأن ديجا عنده واحد لافونتاج ديال سوبيريورتي نوميريك، فهو خصو يلعب برزانة ويحاول يبني الهجومات ديالو بشيء دقيق باش يحاول يخلق هذيك الفرصة المناسبة للشيء. يمكن ما يمكنش فريق يلعب دي زاتاك دو 5 دي سكوند ويسجل حتى تيخلي الفريق الخاص دقائق وتنتهي هذه المباراه في الشوط الاول دقيقه وتقريبا 10 ثوان. كره لمصلحه نادي الوداد لمصلحه لاعب يونس بوسرحان وخطا لمصلحه نجيب موتربوش. اذا هنا يقول حكم مباراه خطا ضد لاعبي نادي الوداد خطأ لمصلحة نادي جمعية نواصر لاعب ساقط على الأرض لاعب نجيب مطربوش. فالأخ زهير مع الأسف غادي نحاولوا نقدموا التعازي ديالنا من هذه المرة الأخت فريدة نائبة رئيس الجامعة الملكية لكرة اليد ورئيسة فريق المنتدى ضرب سلطان اللي تنعزيوها في الأم ديالها وإنا لله وإنا إليه راجعين. اللحظات وتستهدف المباراة هناك لاعب ساقط الأرض على بعد دقيقة واحدة وثانية واحدة لا زال التقدم لمصلحة فريق الضيف نادي وداد بيضاوي ب 12 هدفا مقابل 10 أهداف لفارق هدفين. فالاخ زهير الملاحظة اللي يمكن نشوفه بأن منذ حوالي 4 دقائق والنتيجة هي 12-10 فتيظهر لي بأن الفريقين الآن تيمروا بواحد الفترة فراغ لا في الدفاع ولا في الهجوم. كرة لمصلحة نادي جمعية نواصر كرة لمصلحة لاعب رقم 2 عبد الرحيم هلال هلال مر الكرة إلى مصطفى بوشاوير بوشاوير إلى 7 يوسف شكري شكري بوشاوير مرة أخرى تمريرات بين لاعبين جمعية نواصر كرة مع عادل بوحيد وحاول التسديد بوحيد وهنا عملية تمشي وبالتالي خطأ ضد لاعبي نادي جمعية نواصر مرة أخرى التسرع والذي يسيطر على أجواء المباراة بالنسبة للفريق المحلي لجمعية نواصر بينما الوداد يلعب برزانة أكثر يلعب بنوع من الاطمئنانية أو بنوع من الطمأنينة أكثر في طريقة لعبه كرة مع اللاعب رقم 8 يونس بوسرحان إلى اللاعب رقم 6 نجيب بوطربوش تمريرات بين لاعبي الوداد ومحاولة الاحتفاظ بالكرة آخر ثواني الشوط الأول وهناك وقت مستقطع يطلبه نادي الوداد البيضاوي والمدرب السيد الزاوي عبد المجيد فعلاً. وهو ابن او عمه هو العربي الزاوي المرحوم. اذا ماذا يمكن ان يقول الزاوي عبد المجيد للاعبي في هذه المباراه في الثواني الاخيره؟ فعلا فوقت مستقطع في محله لان الان الفريق عنده تفوق ديال الاصابتين، فالشيء اللي غادي يحث عليه الاخ الزاوي هو لا كونسيرفاسيون ماكسيمال لابال باش يحاول باش يجيب لو طون ديال 30 مينوت على بعد 19 دقيقة 19 ثانية. فتيظهر لي بأن أول حاجة اللي يمكن له يحث عليها هو بأن الفريق ما خصوش يتسرع ويحاول يجيب لي 19 سكوند اللي غادي تخلي له الامتياز في الشوط الأول ديال الإصابتين. إذا الوقت مستقطع طلبه المدرب السيد عبد المجيد الزاوي قلت هو عنده قرابة عائلية مع المرحوم العربي الزاوي مؤسس نادي الاتحاد البيضاوي لكرة القدم.
المدرب الزاولي عبد المجيد يساعده كثيرا المدير التقني محمد العيطوني. خبرة وتجربة محمد العيطوني ستفيد كثيرا الفريق الودادي في الدوري المغربي لكرة اليد وكذلك في كأس العرش. هناك صراع كبير بين عدة فرق في مجموعة الجنوب. نادي المكناسي هو المتصدر بالنسبة لمجموعة الشمال، فارق نقطة واحدة عن اتحاد طنجة، فارق نقطة واحدة كذلك على نادي الرجاء البيضاء، فارق نقطتين عن جمعية سلوي. وهنا تسديدة وهدف، وهو آخر الخامس ليونس بوسرحان. إذا النتيجة 13 هدفا مقابل 10 لمصلحة نادي الوداد. هي نهاية الشوط الأول، تقدم الوداد ب 13 هدف مقابل 10 أهداف. ما هو تقييمك النهائي لما حدث في الشوط الأول؟ فرغم الامتياز ديال 3 نقاط فالمقابلة جد متكافئة. تظلي بأن شفنا شوط ممتاز، شفنا مناهج تكتيكية متنوعة لا في الدفاع ولا في الهجوم، تظلي بأن شفنا عناصر ممتازة، شفنا فرديات في المستوى. تظلي بأن التعليمات اللي غادي يلحوا عليها المدربين بجوج هي اللي غادي تخلي الشوط الثاني غادي ياخذ واحد الاتجاه إما في صالح الوداد أو صالح نواصل فريق نواصل. شكرا لك بن عيسى. إلى هنا ينتهي الشوط الأول. زهير رمي يقول لكم إلى اللقاء عند بداية الشوط الثاني في مباراة جمعية نواصر ونادي الوداد البيضاوي مباشرة من قاعة المغطاة بمحمد الخامس بالدار البيضاء. إلى اللقاء.